مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. شوفوا معايا الباسوي كيديروا ليه التيست باش يبدا الخدمة ديالو، وللأسف بعض المتهورين وبعض الأشخاص اللي ما عادش عليهم تغيير وما كيبغيوش يزيدوا لقدام كيزو الريبورتورات ديالهم وكيطلعوا فوق الطريق هادي اللي هي مخصصة الباسوي حتى العربات المجرورة، كل شيء كيطلع فوق الطريق ديال الباسوي واللي هي طريق ديال هاد البيوس هذا. نشوفوا معهم الناس كيزيدوا القدام وحنا كنرجعوا للور. التغيير ها هو، ولكن المشكل في بنادم. يعني بعض المشاهد اللي خطيره جدا كنشوفوها في هذا الطريق ديال الباسوي، يعني كيبان لك البيوس غادي والتريبورتورات والعربات المجروره كيطلعوا فوق الطريق ديالهم. هذا هو السؤال المطروح واللي ما عنده حتى شي جواب. الطريق ديال الباسوي كيستعملوها تريبورتورات والعربات المزروره. فاحنا اللي كنتمناو هو يدار شي حل مع هاد التريبورتورات اللي كيهزوا البلايص والعربات المزروره. العربات المزروره راه تعطى القرار ديال المنع ديالهم، ولكن مع الاسف باقين خدامين وما حابسهم حتى شي واحد. فإلا كان بنادم كيفهم من عقلو راه الطريق راه ماشي ديال التريبورتورات، ماشي ديال المطر، ماشي ديال الراجلين، الطريق ديال الباسوي. الا عندك حتى انت باسوي جي مرحبا بك وطلع، كاينش اللي يهضر معاك. كل شيء باغي التغيير، ولكن بعض الاشخاص الله يهديهم والله يسمح لهم اللي كيخرجوا من الجنب كتعرفهم واش معانا ولا مع غانا. او شوف الى بدا الباسوي خدام غادي ينفع بزاف ديال المواطنين، وهذوك التريبورتورات ما غاديش يبقاو خدامين لان الطريق ديال الباسوي اللي كيدير التريبورتور. يعني خليو الامور تبقى غادا مزيان. تخيلوا معايا العربات المزرورة والباسوي. شوف
غير التذكير والاشاره. رجال الامن راه دايرين مجهودات كبيره على قبل التريبورتورات، راه كيبغيو يشدوهم ولكن كيهربوا وكيخافوا على انهم يديروا شي كسيده ولا يضربوا شي واحد ولا يقتلوا شي واحد. هادشي علاش كيتعقبوهم حتى كيوقفوا وكيمشيو لعندهم. دابا التريبورتورات راه ولاو كيديروا بيبان ديال الحديد وبالقفوله نعمس. هذاك اللي كيكون سايق التريبورتور ما كيخرجش من الموتور، كيسد عليه الباب وكيبقى لداخل. وكيف ما كتعرفوا بان رجال الامن ما عندهمش الحق في المطار هذا، خصهم يتعقبوا ويراقبوا من بعيد حتى يوقف هذاك الشخص ويمشيوا يلقيوا القبض عليه. ولكن هاد الناس ولاو فاهمين في القانون اكثر من القياس، يعني ولاو دايرين بيبان ديال الحديد كيسدوهم بالقفوله باش لجا البوليسي يهربوا ليه. فهذا هو التيرمينوس ديال الباسواي، وحتى لهنا غنوصلوا على نهايه البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. سبحانه وتعالى.